بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في برنامج من أحكام القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى قوله تعالى: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما ذكر الله في ختام الآية التي قبل هذه: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، قال جل وعلا في هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. دل هذا على أن الواجب أن الواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فمن شهد له بالرسالة وجب عليه أن يطيعه، لأن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فهناك تلازم بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خالف الرسول وهو يزعم أنه يطيع الله فهو كذاب. وفي هذا رد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم يطيعون الله لأنهم على دين الأنبياء، ثم هم لا يطيعون محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا في ذلك. فإنهم لو كانوا مطيعين لأنبيائهم لأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وهذا شيء مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ولكنهم لحسدهم وكبرهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومن تولى، أي تولى وأعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، قال الله جل وعلا لرسوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وتحصيها عليهم. فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله جل وعلا. وقد قيل إن هذه الآية مكية، لأن هذا الأسلوب يتناسب مع الحالة المكية يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالبلاغ والدعوة إلى الله دون الجهاد في سبيل الله وقتال المعاندين. فما أرسلناك عليهم حفيظا، تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها عليهم. وقيل: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي أنك تدخل الإيمان في قلوبهم، لأن هذا من شأن الله عز وجل. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله مهمتهم البلاغ والدعوة إلى الله، وأما الهداية القلبية فهي إلى الله جل وعلا. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. لما كان الفرض في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطاع ولا يخالف أمره، قد انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام. فمن الناس من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون حقا. ومن الناس من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهم المشركون بالله والكفار. ومن الناس من أطاع الرسول ظاهرا وخالفه باطنا، وهم المنافقون، وهم المقصودون في هذه الآية. ويقولون طاعة، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: أطعناك وصدقنا بما جئت به واتبعناك. ثم إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الكلام إلى كلام آخر. فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، طائفة أي نفر منهم، جماعة منهم، وهذا فيه عدم التعميم، فإن الله جل وعلا قال منهم ولم يقل بيت، بل إنه سبحانه وتعالى خص الذين يحصل منهم هذا الأمر. ففي هذا أنه لا يعمم في الأحكام، وإنما يخص بها من تنطبق عليه، وهذا هو العدل. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. بيت طائفة منهم، والتبييت هو ما يكون بالليل، فيبيتون في الليل أمرا غير الذي أظهروه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مخالفته فيما جاء به، ويتواصون بذلك بينهم، يجتمعون في الليل ويدوكون ويتدارسون هذا المنكر وهذا المكر فيما بينهم. وخص الليل لأن الناس ينامون، وحينئذ يخلو لهم الجو فلا يتنبه لهم أحد، ويظنون بذلك لفساد عقولهم أنهم يخفون على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والله يكتب ما يبيتون، خلاف ما ظنوه أنه لا أحد يطلع عليهم في ليلهم، وما صدر منهم وما تدارسوه بينهم من المكر والكفر بالله عز وجل وبرسوله. والله يكتب ما يبيتون، اكتبه سبحانه وتعالى بواسطة الحفظة الذين هم مع بني الإنسان لا يفارقونهم، ويتعاقبون فيهم الليل والنهار، يكتبون ما يصدر منهم من أقوال، بل إنهم يكتبون جميع ما يصدر من بني آدم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء الحفظة لا يفارقون الناس لا في ليل ولا في نهار، بل هم يتعاقبون بالليل والنهار مع بني آدم، ولكن الناس لا يرونهم، وإنما هم معهم يلازمونهم ويكتبون ما يصدر منهم. والله يكتب ما يبيتون، وفي هذا تهديد لهم ونقض لما ظنوه من أنهم حازوا على ما يريدون من الخديعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، ويقبل من الناس ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.